اهلا بيكم مشاهدينا، ويوم جديد وحلقه جديده من صحتك بالدنيا. في امراض جديده ظهرت في العالم كله ما كناش نعرف عنها حاجه، ويمكن تستغربوا لو قلت لكم ان اسباب ظهور الامراض دي هي الافراط في استخدام التكنولوجيا زي الموبايلات والالعاب اللي بيقعد عليها اولادنا بالساعات، واحنا كمان ممكن نكون بنعمل اكيد زيهم. ممكن من اشهر الامراض دي حدوث الام في الرقبه، ومعانا خبر النهارده بيقول حوالين الموضوع ده، اسباب الم الرقبه ابرزها الاصابه او وضعيه الجلوس الخاطئه. ده بيكون بسبب الافراط في استخدام العضلات بطريقه خاطئه زي الجلوس امام الكمبيوتر لفتره طويلة، وده كمان بيأذي عضلات الرقبة. كمان لما الراس بتتحرك فجأة في اتجاه واحد للأمام أو الخلف ترجع تاني، ده بيسبب أكيد تمزق في أربطة العنق. وكمان ممكن يكون الأقراص المنفتقة اللي بتخرج من النخاع الشوكي بتضغط على جذور الأعصاب، وده كمان بيسبب ألم في الرقبة، وكمان بيؤدي إلى تنميل وضعف في الذراعين. عشان نعرف أكتر عن الخبر معنا هاتفيا دكتور محمود ناجي، استشاري جراحات العظام والمفاصل الصناعية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. دكتور، احنا عارفين ان عاداتنا وتقاليدنا احنا دايما بنيجي بنقعد غلط، او عادات كتيرة جدا ممكن استخدام الموبايل بيخلي دايما وضعية الأتب، او زي ما احنا بنقول ايه عندنا آلام، فعلى طول بناخد وضعية الجلوس، فده بالتالي مع الوقت بيعمل آلام كبيرة جدا ومشاكل في العنق. ايه اللي ابرزها المشاكل دي يا دكتور واسبابها؟ هو عاداتنا وتقاليدنا الأصلية كانت بتأدي ان احنا كنا بنشتغل بايدينا ونقوي عضلات دراعاتنا ورقبتنا، انما العادات والتقاليد الجديده في استعمال الموبايل والكيبورد والتابلت واللابتوب وقله الرياضه ادت لمشاكل كثيره بالعنق. وطبعا احنا في حاجات بنسميها متلازمه الكيبورد ومتلازمه اندرويد، دي عباره عن امراض بتصيب الذراعين والرقبه. سببها ان بيحصل ضعف شديد في عضلات الرقبه و خطأ في وضعية الراس بتؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل غضروف الرقبة وانزلاق غضروفي يخنق أعصاب النازلة من الرقبة تغذي الذراع. طبعا الكلام ده كنا بنشوفه زمان في سن ال 50 و 60 سنة، مع الأسف مع الكيبورد والموبايلات بنشوفه في ال 20 سنة. اتفضل يا دكتور. طيب عايزه اعرف ايه العادات بتسببها بقى، يعني كل ده ايه الازمات او ايه الامراض اللي ممكن تسببها؟ احنا بنسمع عن الانزلاق الغضروفي ده لو على فقرات الظهر، لو نتكلم مبدئيا عن الام الرقبه، ايه الحاجات والامراض اللي ممكن تسببها الجلوس بطريقه خاطئه؟ هو الجلوس بطريقه خاطئه في استعمال الكيبورد، التوطيه للقرايه بدون ما الواحد يستعمل نظاره محتاج نظاره، ضعف عضلات الرقبه وعدم اتباع برنامج رياضي خاصه للناس اللي بتشتغل في الاي تي وفي الكمبيوتر كتير، لازم بتكون بتعمل تمارين يوميه للرقبه، وفي دي الوضعيات دي بيسموها حركات اجهاديه متكرره، ولو حد دخل على النت هيلاقي فيه تمارين لهذه الحركات الاجهاديه المتكرره. الناس اللي بتقعد فترات طويله على شاشه او كمبيوتر او كيبورد او ماوس او موبايل لازم بتكون بتعمل التمارين ده، يعني كل ساعة شغل على كمبيوتر ممكن تكون قصادها 10 دقائق تمارين، 10 دقائق كاملة من التمارين. طبعا عدم اللياقة وزيادة وزن الجسم والكلام ده كله برضه عوامل تانية، استعمال كراسي أو القعدة في مكان غير مخصص للقراية زي اللي يقعد على السرير يقرأ أو يقعد على كرسي غلط بدون مكتب، كل الكلام ده بيؤدي إلى مشاكل الرقبة. بالظبط. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على المداخله دي، واكيد زي ما حضرتك تفضلت ان العادات الخاطئه دايما في حياتنا لازم نوقفها، ولازم نعمل الرياضه مهمه جدا لكل جسمنا. بشكر حضرتك، بشكر دكتور محمود ناجي استشاري جراحات العظام والمفاصل الصناعيه. وبكده خلص خبرنا النهارده، ولكن حلقتنا لسه مكمله بس بعد الفاصل.